حققنا هذه السنة إن شاء الله زيادة مساحات نسخية حوالي 34 ألف هكتار بزيادة مقارنة السنة الماضية 7000 هكتار بمنتوج ما يقدر حوالي 700 ألف قنطار إن شاء الله. التوقعات نتاع التخزين نتوقع فوتوا التوقعات تاع السنة الماضية، طاقة استيعاب وطاقة التخزين بالتسخيرات كاملة إن شاء الله 830 ألف قنطار، وكذلك توقعاتنا إن شاء الله تكون 300 ألف قنطار. فلهذا إن شاء الله رانا نخدمه في أريحية، ونتوقع إن شاء الله الإنتاج يكون أكثر، لا ما يكونش 400 ألف قنطار. التوقعات اللي رانا متوقعينها السنة في هذا الموسم هي حوالي تتراوح في 40 هكتار 40 قنطار للهكتار، وهذا بفضل المجهودات اللي قام بها الدولة معنا بما فيها المصالح المتابعة والمجانية تاع البذور والمجانية تاع الأسمدة اللي تبرعتنا بها الدولة.